كريس له من فوز. حسنا، كانت مباراة عانينا فيها كثيرا، ولكن أولا يجب أن نأخذها كدرس في كرة القدم. لا يهدى الفوز ويجب عليك أن تقاتل، ولكن اليوم الريال مدريد ربما كان بإمكانه أن يسجل أهداف أكثر، ولكن لم نتمكن. اليوفنتوس لعب بشكل جيد، وأعتقد أن ضربة الجزاء صحيحة. لا أعرف لماذا يشتكون إلى الحكم.